بحث رئيس الوزراء شريف إسماعيل مع وزير الطاقة والتجارة والسياحة القبرصي يورجوس لاكوتريبيس سبل دعم وتعزيز مجالات التعاون بين البلدين. وخلال اللقاء استعرض الجانبان عددا من مجالات التعاون المشتركة، وفي مقدمتها ما يتعلق بمجال الربط الكهربائي والغاز الطبيعي في ضوء هدف مصر في التحول لمركز إقليمي للطاقة، معربين عن اتفاق البلدين فيما يتعلق بأهمية خط أنابيب الغاز وما يحققه من عائد اقتصادي، كما تم الاتفاق على أهمية الإسراع في خطوات تنفيذ المشروع.